السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجميل شباب المستقبل. وزي ما قلت قبل كده، شباب المستقبل هم أنا وأنت، أخويا وأخوك، صاحبي وصاحبتك، كل من هو شاب يبقى هو المستقبل، عشان الشباب هم الحاضر وبكرة وبعده إن شاء الله. النهاردة حلقة جديدة وحلقة مميزة، ضيوف النهاردة فرقة عالم المسرح. هنبدأ مع المخرج إيهاب نعمان. أهلا يا أستاذ إيهاب. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. كلمنا كده عن فرقة عالم المسرح أستاذ إيهاب. فرقة عالم المسرح تأسست سنة 2013 ولغاية حاليا 2020، وكان من ضمن المؤسسين للفريق كانت الأستاذة طبعا منى فهمي والأستاذة عزة محمود النائب العام لفرقة عالم المسرح. جميل جدا. تأسيس الفريق يعني. ايه اول اعمال فرقه عالم المسرح استاذ هاني؟ اول اعمال فرقه عالم المسرح كانت في مسرحيه اسمها ورا الشمس، بعد كده دج النص لبه، في مزاد علني، في مسرحيه مدد عالم، وحاليا شغالين على مسرحيه روبابيكيا تاليف الاستاذ هاني ادري واخراجي. جميل جدا يا استاذ، هنرجع لك تاني بس لما تعرف بالشباب. محمد رزق، اهلا يا محمد. كم سنه يا محمد؟ 15 سنه. بدات من امتى التمثيل؟ بدأت من 2015، كنت بمثل عرض مع شباب كده برضو، لغاية لما اتعرفت على الأستاذ إيهاب من شهرين ونص، اتعلمت منه حاجات كتير جدا والإفادة منه أخدتها كتير برضو، اتعلمت منه حاجات كتير حلوة يعني. جميل جدا يا محمد. كلمنا يا محمد كده عن دورك في المسرحية. احنا دلوقتي بنعمل عرض روبابيكيا، الإخراج أستاذ إيهاب نعمان، تأليف الأستاذ هاني أدري، أنا واخد دور بائع روبابيكيا. جميل. كلمنا طيب عن الدور، ازاي بتشتغل على دورك مثلا، ازاي بتعمل ابعاد الشخصيه، ازاي بتعمل الكاركتر بتاعك؟ طبعا الاستاذ اياد نعمان كلمنا عن ابعاد الشخصيه كتير، اتعلمت منه برضو ان انا اذاكر الابعاد الشخصيه عشان خاطر يعني اخد منه الاجابه الصح يعني التعديل بتاعي. جميل جدا يا محمد. مينا امجد، ازيك يا مينا؟ الحمد لله. مالك يا عم مكسوف كده مدفوك؟ والله ابدا. مينا كم سنه؟ انا 18 سنه. مينا انضميت لفرقه عالم المسرح من امتى؟ مفيش، من فتره قريبه، من 3 شهور تقريبا او حاجه. تمام. عملت حاجه مع فرقه عالم المسرح ولا ده اول عمل؟ هو لسه اول عمل اللي كان بيتكلم عليه زميلي محمد، اللي هو روبابيكيا. جميل جدا. كلمنا طيب عن دورك كده. انا دوري، انا عامل دور عم نبيل، بائع التذاكر، راجل في حاله غلبان، وتقريبا يعني موظف غلبان كده بيخاف من صاحب السيرك وبس، يعني باختصار كده. جميل جدا يا مينا. قول لنا بتشتغل على نفسك بقى ازاي في البيت يا مينا؟ استاذ ايهاب معلمنا ان احنا الاول نرجع البيت نحفظ الدور، نخلص كل حاجه وتمام، بعد كده نبتدي بقى نقعد قعده ثانيه نشتغل على الدور، نبتدي ندرس ابعاده، وبعد كده بعد ما نفهم الدور ونفهمه كويس وندرسه، ونقف قدام مرايتنا المرايه ونمثل بقى وكده، ونقيم نفسنا لغايه ما نروح له المره الجايه وهو يقيمنا ويعدل على الغلطات اللي بتبقى عندنا. جميل جدا يا مين. يعني انت بدات الشغل مع فرقه عالم المسرح مع استاذ ايهاب، ما كانش في نشاطات قبل كده قبل التمثيل؟ لا كان في انا بحب التمثيل جدا، انا بادئ تمثيل من وانا عندي 11 سنه، بادئ في مسرح كنسي، احنا عندنا في الكنيسه بنهتم بالنشاط ده جدا، فمثلت كذا مسرحيه، فانا حبيت التمثيل، استاذ ايهاب حببني فيه اكتر لما انضميت لفرقته من كام شهر. بس جميل جدا يا مينا، وجميل طبعا ان احنا يكون عندنا موهبه ونشغل وقت فراغنا باي نشاط، سواء تمثيل، فن، رياضه، ايا كان، كل النشاطات، موسيقى، كل النشاطات اللي في الدنيا، اهم حاجه ان احنا ما نضيعش وقت ويبقى عندنا ايه، حاجه بنمارسها او هوايه. نرجع بقى للجميل بتاعنا عبده. ازيك يا عبده؟ اهلا وسهلا بك. عامل ايه يا عبده؟ الحمد لله. قول لنا بقى عبده، بدات من امتى في التمثيل؟ انا بادئ من 4 شهور مع اول تمثيله برضو مع الاستاذ ايهاب نعمان، تمام، وعلمنا حاجات كتير طبعا، وعاملين مسرحيه روبابيكيا ان شاء الله باذن الله نجاح، وهو الاستاذ ايهاب برضو معانا في اي حاجه وباذن الله نجاح. جميل جدا. ايه طموحاتك طيب او اهدافك يا طموحاتي؟ انا كنت بحلم ان انا ابقى داخل في المجال ده، والحمد لله اتعرفت على استاذ جميل، الاستاذ ايهاب نعمان، طبعا بتشرف بيه في اي مكان، وهو اب كبير ليا، تمام، وانا بعزه جدا، وانا عندي برضو موهبه في الغنى. انت بتغني كمان؟ طبعا. يعني انت كده بتمثل وبتغني؟ طبعا. في الفرقه. طب سمعنا حاجه بعد ما بتغني. تمام. بعد سنين في الغربه شافوني، قالوا لي جايب ايه من بره، قلت يا ريتهم لو سالوني، انا في الغربه بكيت كم مره،
جبت حاجات من اللي يحبوها، جبت فلوس يا ريت ياخدوها ويردوا لشباب ضاع مني وسنين متهم عاشوها. على ايه بس يا ناس حاسديني واشقى فيكم اسعد مني، انتم عشتم احلى سنينكم وانا في الغربه ما عشت السني. جميل جدا يا عبدو، بس انت عايز تمرن صوتك شويه، انت محتاج تتمرن شويه. بالنسبه لك الغنى ده هوايه ولا انت درست موسيقى؟ لا انا ما درستش حاجه، انا كنت مكلم ناس اللي انا كنت اسجل تراك طبعا، والاستاذ اهاب معايا برضو فيه، والاستاذ اهاب مش متاخر عني في اي حاجه. ربنا يوفقك يا رب، بس انت محتاج برضو تتدرب شويه، تروح الملحن يدربك ايا كان، تروح معهد الموسيقى الاوبرا تدرس بالزبط. موسيقى عشان تطور من صوتك وتوصل لطبقات كويسه. نرجع بقى للمخرج الجميل ايهاب نعمان. استاذ ايهاب اتفضل، كلمنا انت بقى عن ربابيكيا. عرض ربابيكيا عرض مسرحي ممتاز جدا جدا، وانا دايما عودت نفسي زي هشام في عروضي اللي انا بشتغلها دايما بحب اشتغل من الواقع. جميل. ليه؟ الواقع بيبقى دايما احنا بنحب نعيشه. اكيد. اما الخيال فاحنا اهو شويه. عرض ربابيكيا عرض بسيط جدا، بيتكلم عن بيع الوهم. يعني ايه بيع الوهم يا استاذ هشام؟ يعني اي حد ممكن يبيع لنا اي حاجه بالكذب واحنا نصدقه. اكيد. طيب نعمل ايه بقى عشان نخرج؟ طب الاول نبص بس على الصوره، الصوره ديت صوره العرض ولا صوره الفيلم يا استاذ؟ لا صوره الفيلم الجديد بتاعي اللي جميل هو جدا. اعضاء. ايه؟ هتك اعضاء. يعني ايه هتك اعضاء يا استاذ؟ بيتكلم عن الخطف وعن عن الاطفال اللي هم بيتخطفوا وبيحصل لهم الهتك العرض والكلام ده كله يعني. جميل جدا. الاعضاء بتاعتهم وكده. حلو ان انت بتتكلم في حاجه هادفه زي كده، وهي مشكله بنواجهها كتير في الايام دي. طب كلمنا عن الفيلم ده شويه يا استاذ. الفيلم بتاع هتك اعضاء بيتكلم عن بنوته صغيره عايشه مع ابوها وامها، وفجاه بيبقى في شحات قاعد قدام البيت تحت، فالبنت بتنزل تساعده عشان هو من البرد والكلام ده كله، فبيبدا الشحات حتى لدرجه ان هي بتكسر الحصاله بتاعتها وبتنزل تديله الفلوس. فجاه الشحات دوت اتري ان هو كان مع عصابه ثانيه، فبيبداوا من هنا ان هم يخطفوا البنت وياخدوها لمكان ثاني خالص ويخبوها، ويطلع اللي مخبيها دوت صديق حد تاني عارف يعني مراقب البيت من بدري. جميل. هو عارف المكان. جميل. والشخص دوت كان بيجي ان هو صديق ليا. تمام. فهو بيجي هو اللي بيخطف البنت نفسها، وفي الاخر احنا معانا دلوقتي برضو صوره، دي صوره الافيشال الرسمي للفيلم صح؟ دي صوره الافيشال الرسمي للفيلم. جميل. اللي قبلها الأبطال. كانت المسرحيه صح؟ صوره ربابيكيا. صوره دي صوره ربابيكيا كده، دي ربابيكيا. دي ربابيكيا، دي المسرحيه. اوكي. المسرحيه هتتعرض امتى وازاي؟ دي كانت المفروض هتتعرض يوم 31/12 راس السنه، بس حصلت ظروف وكده، فان شاء الله يوم 7/1 ان شاء الله باذن الله. 7/1 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب بالتوفيق جدا يا استاذ هشام، ربنا يكرمك. نرجع لمحمد الجميل. محمد عايزين نعرف بقى مين مثلك الاعلى في التمثيل؟ او من المدرسه اللي انت ماشي على منهجها سواء في المسرح او في السينما؟ هو في السينما طبعا الاستاذ الكبير عادل امام، مدرسه للناس كلها طبعا. طبعا ده مدرسه لينا كلنا بنتعلم منه. الفن المسرحي طبعا اخونا الكبير قبل ما يكون مخرجنا الاستاذ ايهاب نعمان، اللي بنتعلم منه حاجات كتير ولسه هنتعلم، واللي جاي احسن مع مدرسه الاستاذ ايهاب نعمان. جميل جدا يا محمد، وكلام جميل جدا. تحب تشكر مين يا محمد؟ اكتر حد دعمك في حياتك، اكتر حد وقف جنبك؟ احب طبعا اشكر ابويا وامي اولهم مبداهم، يعني ان هم يشوفوا ابنهم حاجه كبيره جدا قدامهم، ثم اصحابي بقى، وكمان اصحابي في المصنع اللي انا شغال فيه، اخواتي طبعا بيدوني الثقه الزياده دايما، وان شاء الله شايفين حاجه كبيره لقدام يعني. ربنا يوفقك طبعا خليك. وربنا يخليهم لك، وتحياتي للاسره الجميله. ربنا يخليك طبعا. نرجع لمينا. حبيبي عامل ايه يا مينا؟ الحمد لله. مينا مكسوف ليه يا مينا؟ والله العظيم انا مكسوف. طيب كلمنا بقى يا مينا، انت بتشتغل على مدرسه ايه في المسرح؟ احنا عارفين ان المسرح ليه ثلاث مدارس. انت ايه المدرسه المميزه بالنسبه لك، او المدرسه اللي انت بتحب تشتغل بيها؟ انا بصراحه مش بشتغل يعني، ما اعرفش مدارس المسرح قوي، او ما درستش مسرح جدا. بس انا يعني يعتبر ان انا بحب ممثل مسرحي، يعني انا بالنسبه لي ده القدوه والطب بتاع المسرح، الاستاذ محمد صبحي. الاستاذ محمد صبحي ده يعتبر يعني بالنسبه لي يعني مدرسه برضو. مدرسه طبعا. استاذ محمد ده حد جميل جدا، وحد مثقف جدا بالزبط. وحد شاطر جدا في المهنه بالظبط. جميل. طب بتحب يعني اكتر حد دعمك مين يا مينا؟ اكتر حد بيقف جنبك، اكتر حد بيقول لي مينا كمل في مشوارك، اسعى وهتوصل؟ اهلي اولا ثم اخيرا، وطبعا بعض الناس من اصحابي.
بشكرهم جدا، وبدون ذكر اسماء، بعض الناس برضو اكيد كانت بتحبطني في الاول، بس انا باخد الكلام ده حافز ليا علشان يقويني بعدين. يعني جميل جدا يا امين. عايزين نخش بقى على عبد. انا مش عارف عبد في ايه. عبد اتفضل. اضحك كده عبد. منور يا عبد. عايز اعرف بقى انت مين مثلك الاعلى يا عبد؟ انا مثلي الاعلى طبعا. احنا بنتكلم لسه دلوقتي في التمثيل. تمام. لسه هنقولك مثلك الاعلى في الغنى. انت بتغني. تمام. بقى مثلي الاعلى طبعا الاستاذ ايهاب نعمان، ده مثلي الاعلى في حياته كلها طبعا، من اول ما عرفته وانا حبيته. ف وانا دخلت في التمثيل من شويه يعني. تمام. والحمد لله ربنا موجود. ربنا يكرمك. انا شايف حب من الشباب ليك يا استاذ ايهاب، وحاجه جميله جدا ان الشباب تكون بتحبك جدا وباخدك مثل اعلى. ده في حد ذاته يديك طموح اكبر ويديك فرصه ان انت تكمل وتكمل. والله يا هشام انا عندي امل في الشباب. يعني الفتره اللي انا باجي يعني انا شايف ان عبده ومينا مثلهم الاعلى واستاذ ايهاب محمد مثل اعلى واستاذ ايهاب، فده حاجه جميله جدا. الحمد لله. دي طبعا اكتر حاجه ان احنا ممكن نكسبها في حياتنا، ان هو يكون حب الناس او حب حتى الممثل ليك، تكون انت مثله الاعلى، بحيث اكيد انت بتديله دفعه قويه او بتديله المعلومه اللي هو عايزها او بتعلمه الصح هو ايه. فاكيد من كل الحاجات اللي شاف فيك المميزات دي كلها، فاكيد باستمرار هيفضل يتكلم عنك بكل حب وكل رقاء. وكمان في حاجه عايز اقول لحضرتك عليها. اتفضل. مره برضو كفر اولاد صقر، يعني بصراحه كان في دعم كبير جدا من الاهالي هناك، وانا بشكر طبعا كل اهل كفر صقر في الشرقيه، وعلى راسهم طبعا بشكر الحاج محمد حمزه والعائله الكريمه كلها، والحاج محمد عبد الهادي والاستاذه منال محمد، وبشكر الحاج برضو عاطف الوصيفي. طبعا الناس دي شفت منهم بصراحه، يعني مش عايز اقول لك دعم كبير لما نزلت الشرقيه. فبصراحه ده بيخلي اي انسان ان هو ممكن يكون بيحبك، بحيث حتى لو مش في مجال التمثيل بس، هو حتى لو خارج مجال التمثيل. اكيد طبعا. اكيد يعني طبعا. هو اهم حاجه طبعا سواء في مجالنا او في حياتنا الطبيعيه اصلا حب الناس. طول ما في ناس بتحبك، طول ما هتلاقي دعم، وطول ما هتوصل، طول ما هتشتغل على نفسك، طول ما هتطور من نفسك، فده جميل جدا. واهم حاجه لازم نكتسبها او نحاول نعملها، ان احنا نحبب كل الناس فينا. أوه. عشان نوصل لحلمنا ونوصل اللي عايزينه لازم نحبب كل الناس فينا. بس انا شايف في بروتوكول طبعا جدا. عايز اسال بقى استاذ ايهاب سؤال مهم جدا. بتشتغل بقى مع الشباب دول ازاي؟ يعني بتشتغل مع كل واحد ازاي؟ هل بتعمل انت بروفات ترابيزه مثلا الاول قبل ما تبدا في العرض، ولا بتشتغل على طول في العرض؟ لا 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 طبعا، ان انا اشتغل في العرض دي على طول ده من ضمن الاخطاء. جميل. انت اول حاجه بتعمل ايه؟ بتعمل بروفات ترابيزه. حلو. والبروفات الترابيزه دي بعملها 6 بروفات بالظبط. جميل. يعني بحيث ان انت ايه لسه بتبدا مع شباب زي كده، فانت جميل. مش اقل من 6 بروفات، يعني ما ينفعش حتى على الاقل تعمل لي بروفتين او 3 ترابيزه. لا، بدي فيها ايه بقى؟ بدي فيها كل واحد على حسب الكاركتر بتاعه. اهم حاجه كاركتر الشخصيه. أكيد. والاداء الصوتي بتاعه. ببدا اشتغل مع واحد واحد. جميل. يعني ببدا بشتغل معاهم واحد واحد، ممكن اخد مجموعه لوحديها ابدا اشتغل معاها. هو ده السؤال اللي انا عايز اساله لحضرتك. بعمل مجموعات. اكيد. بتعمل مجموعات الاول، وبتعمل اعداد للنص كله معاهم، وتفهمهم يعني ايه مسرح، يعني ايه حتى النص نفسه، الابعاد بتاعه النص اللي هو بيشتغل عليها بتاع الشخصيه طبعا، وان هو لازم يدرس الشخصيه كويس جدا جدا جدا، لازم يشتغل على نفسه في على المرايه كويس برده في البيت. يعني ما ناخدش مثلا ان مثلا اذا ايه رايك يا هشام في الدور دوت، الدور ده كويس وجميل جدا. لا طبعا اكيد لازم بعمل مجموعات وبشتغل معاهم طبعا البروفات ترابيزه اول البدايه. جميل جدا. عايز اسال محمد. يا محمد انت مثلا لما بتاخد دور، لما استاذ مثلا بيقول لك انت هتعمل مثلا كاركتر زي ما انت قلت لي حد بتاع روبابيكا على ما اظن، حلو، بتشتغل ايه في البيت مثلا؟ بتزود عليه كلام، ولا بتلتزم باللي استاذ ايهاب بيقوله، بتزود حركه معينه، ولا ده بيكون بتنسيق بينك وبين استاذ ايهاب؟ لا هو طبعا انا بعمل اللي استاذ ايهاب بيقوله طبعا بنفذه، بس لو في حاجه زياده برده باخد رايه فيها الاول. جميل. وبرجع ليه برده في الاول في الاخر، برجع ليه برده وبيكلمني برده في الاخر برده، ان انا بادي يعني حاجه زياده عن اللي هو بيديهولي، وان شاء الله بنكمل بعضيها يعني. جميل جدا. مينا، تنصح الشباب بايه مينا؟ الشباب اللي زيك اللي هم في مشوار الفن او في اي نشاط تاني، تنصحهم بايه مثلا؟ انا انصح كل واحد ان هو بس اهم حاجه ان انت هتلاقي ناس كتير قوي توقعك في الاول، وانا واجهت كده، وناس كتير زي اخواتي واصحابي واجهوا كده. فانت هتلاقي ناس هتوقعك، وهتلاقي ناس هتقف قدامك وهتعمل كذا سد قدامك، انت حاول تهد كل ده وتعدي. يعني جميل جدا، ورساله قويه جدا يا مينا. طيب نرجع لعبوده. احنا طبعا سالناك مين مثلك اعلى في التمثيل، مين مثلك اعلى بقى في الغنى؟ مثل اعلى في الغنى انا كنت بحب اسمع حسن شاكوش، ونفسي اطلع حاجه زيه برضو. تمام.
وباذن الله نجاح يعني. طيب هقول لك حاجه بقى، انا قطعتك انا اسف يعني. تمام. مثلك الاعلى حسن شاكوش، بدل ما تقول لي مثلك الاعلى ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، عبد المطلب، الناس اللي عملوا فن، حسن شاكوش ايه طيب يا بيه؟ هو انا بحب حسن شاكوش. لا خلاص حب وانت حر، بس كده مش هتبقى مطرب يا مينا خالص. نكمل مع استاذ زهاد. اتفضل. استاذ زهاد اتفضل. ايه مثلك الاعلى في الاخراج؟ مثل الاعلى في الاخراج طبعا الاخراج المسرحي. مفيش طبعا بعد استاذ محمد صبحي والاستاذ خالد جلال. جميل جدا يا رايك. استاذ ايهاب خريج معهد فنون ولا خريج ورشه؟ بص انا معهد فنون وورشه. جميل. مع الاستاذ خالد جلال برضه. جميل جدا يا استاذ. طيب احنا اتكلمنا يا استاذ طبعا عن اعماله كمخرج، طب اعمالك بقى كممثل، انا عارف ان انت بدات كممثل الاول. بس كممثل ديت انا كان عندي حلم وعندي طموح وكنت لازم اوصل لها. جميل. عايز اقول لك يعني اشتغلت مع جميع المخرجين، بدات ممثل، تعبت في حياتي الا اذا ما كنتش اثبتت النجاح ده دلوقتي، يعني لو انا ما تعبتش في حياتي وجريت ورا حلمي، وزي برضو ما مينا ما قال وذكرت، لو ما فضلت يعني تقع مع الناس وده يقول لك يحبطك وده يحبطك انت مش هتعمل حاجه. بس كعبد نعمان اشتغل ممثل يعني، بس اشتغلت ممثل بس الاخراج افضل، يعني حبيت الاخراج افضل من التمثيل يعني. جميل جدا. ناخد كلمه من محمد كده، تنصح الشباب بايه؟ انصح الشباب اي حد يحبطك ما تسمعلوش، كمل ووصل لهدفك اللي انت بتحبه. يعني انت عندك حلم حققه وخليك وراه، ما تستسلمش لاي حد يحبطك بالكلام يوقعك بالكلام. انت تكمل حلمك وكمل زي ما الناس بتكمل كده، ووري يعني وريهم حلمك اللي انت هتطلعه صح ازاي، وانت اللي هتحبطهم في الاخر وكل حاجه تبقى حلوه. جميل جدا ان احنا يكون عندنا تفاؤل وحب وننصح الشباب وننصح نفسنا، ودي حاجه كويسه جدا. طبعا. نروح بقى لعب. عبد اتفضل. تنصح الشباب بايه يا عبد؟ ننصح الشباب، في ناس وقعتني كتير برضو بس انا الحمد لله ماشي في مجالي تمام، والحمد لله ربنا كرمني يعني، والاستاذ ايهاب استقبلني استقبال حلو تمام، والحمد لله يعني الحمد لله ربنا موجود. ربنا يكرمك يا عبدو، بس انت محتاج شويه شغل كده يا عبدو، محتاج شويه ظبط كده. طبعا ده مهمتك بقى يا استاذ ايهاب. والله يا ريس انا بحاول على قد ما اقدر معاه فعلا، هو محتاج فعلا ان هو عبدو محتاج شويه شغل فعلا، محتاج شويه شغل فعلا يعني. كان حتى في التمثيل او كان حتى في الغنى طبعا، لازم طبعًا يروح ملحن لملحن طبعا، لازم يروح مثلا معهد الموسيقى او يروح الاوبرا يتدرب ايا كان، يطور من نفسه عشان يوصل لليفل كويس. ايوه دي حقيقه، دي جميل جدا. طبعا ناخد بقى كلمه خير من استاذ، تنصح بقى الشباب بتوعك بايه وتنصح الشباب في العموم بايه؟ بص والله يا هشام انا انصحهم طبعا، لو عندك حلم دور عليه من جواك وسيبك من اي حد ممكن يحبطك او يبيع لك اي وهم في دماغك. طموحنا دايما احنا بنحققها من جوانا، وطبعا فرقه عالم المسرح الشباب اللي قاعدين قدامك دولت بقول لهم لسه ان شاء الله في مزيد اكتر واكتر واحسن ان شاء الله باذن الله. وانا هشام هطلق مبادره ان شاء الله من خلال برضو البرنامج ان فرقه عالم المسرح بتفتح ابوابها لاي حد حابب ان هو يقدم. جميل جدا. جميل جدا. طبعا فرقه عالم المسرح شرفتونا ونورتونا، المخرج الكبير استاذ ايهاب نعمان، الاستاذ محمد رضا شرفتني، الممثل مينا امجد حبيبي، الممثل عبده حمزه حبيبي يا باشا. وزي ما قلنا احنا كشباب لازم يكون عندنا طموح، لازم يكون عندنا هدف، لازم نكمل في حلمنا، لازم نسعى عشان ربنا يكرمنا. وبنقول لك شباب مستقبل. كلمه اخيره محمد، عايز تقول حاجه اخيره؟ ممكن بس اذكر، بس اذكر اصحابي بس اللي دعمتني، شباب اللي انا شغال معاه في المصنع. احب اشكر كل زمايلي اللي في المصنع، يعني اقول كام اسم كده، يعني ايمن اخويا الصغير، محمود علي اخويا الكبير هيثم مختار، وباقي زمايلي اللي دعموني وخلينا اوصل لحلمي ودايما في ظهري كده، والحمد لله يعني. جميل جدا. حابب تشكر حد تاني يا مينا؟ زي ما قلت لك اهلي وابويا وامي اولا واخيرا، وبعض برضو الاسماء من اصحابي، مش عايز اذكر ناس كتير علشان ما هنسى حد، انا عارف هتنفخ. تمام. استاذ ايهاب حابب توجه شكر لحد معين؟ لا انا حابب اوجه الشكر للاداره المسرحيه بتاعتي كلها ولفرقه عالم المسرح وللشباب الجميل ده كله. جميل جدا حبيبي. طبعا شرفتوني ونورتوني. طبعا استنونا في حلقات جايه كتير من برنامج شباب مستقبل، وزي ما قلنا قبل كده الشباب هم المستقبل، وهم ان شاء الله يكونوا مستقبل مصر والوطن العربي، وربنا يكرمكم جميعا ويكرمنا جميعا، وبالتوفيق ليكم وشكرا لكم جميعا، وانتظرونا في حلقات تانية من برنامجكم الجميل شباب المستقبل.
السلام عليكم.